لا رامي رح يرجع ولا سامر رح يرجع. نحن عقيدتنا ماكنة الحمد لله، ومؤمنين ومسلمين وراضين، إنما نحن رأفة باللي جاي، باللي جاي. بدأت الفتنة بالخلوات، انتقلت لحصبية، انتقلت لرشية، انتقلت للجهلية، انتقلت للشوف الأعلى، انتقلت لعندارة، انتقلت للشويفات، امبارح انتقلت لقبر شمون ولبستين. شو هيك الدنيا فلتاني؟ هذا الجبل من يقول له خصوصية؟ نعم له خصوصية، لنتفق على هذه الخصوصية. شو هي هذه الخصوصية؟ هي خصوصية العيش الوطني الكريم، هي خصوصية العيش المشترك الكريم، خصوصية إنه هذه المنطقة الوحيدة في لبنان اللي فيها مثال للعيش المشترك بين كل من يحمل الهوية اللبنانية. هاي خصوصيتنا. أنا بتأمل عدم التلكؤ في هذا الموضوع، ونحن اليوم بس نخلص مراسم دفن ابننا سامر وإخوة سامر إخوتنا ووالد سامر والدنا وإخوال سامر إخوالنا مثل ما هن إخوال سامر، وعيلة سامر عيلتنا، وبعل شمي ضيعتنا، والجبل عريننا. نعم نحن لنا شرف، شرف انتمائنا إلى هذا المذهب الشريف من وقت الدعوة لليوم. لا عيري ولا لزق، ضميرنا مرتاح، بدنا نعيش بكرامتنا مثل ما منطلب. نحن مش عم نقول بدنا نعيش بكرامتنا على حساب كرامة غيرنا أبدا، نحن عم نطالب كل فرد أن يحترم بإنسانيته كإنسان وحريته كإنسان، وله الحق الطبيعي أن يعيش عيش كريم، مش حكر العيش الكريم لفلان دون فلان، لكل الناس. سامر أثارك وأقدامك اللي داست جبل الشيخ وحضر وعرني والمجدل وغيره وغيره من قرى السويدة وجبل الشيخ، صورك عندي وكنت تبعت لي إياهن من فوق لعندي مباشرة. أنت ورامي لتدافعوا عن شو؟ سامر ورامي كانوا عم بدافعوا عن كرامتنا على حدود الجولان. هيدا رامي سلمان و
وهيدا سامر أبو فرار. دمكن أماني برقبتنا، ودمكن أماني برقبتنا صحيح كأخوة وكرفاق بحزب واحد، إنما دمكن أماني برقبتنا كموحدين، دمكن أماني برقبتنا كجبل، دمكن أماني برقبة كل لبناني من الرئاسة الأولى إلى الرئاسة الثالثة، وكل من يتعاطى بخلفية سياسية بهذا الموضوع سنكون له بالمرصاد مين مكانكو. ما في شمسية فوق راس حدا. نحن هيدا موقفنا، نحن جايين اليوم رح نخلص التشييع، إنما معركتنا لإحقاق الحق ستبدأ بعد دفن سامر أبو فراج، احتراماً لعوايدنا وتقاليدنا ورغبة مشايخنا الأفاضل والعواض بسلامتكم جميعاً، وإن شاء الله ما بقى نعزي بعضنا بغالي. الموت حق علينا كلنا، بس إن شاء الله ما بقى نضطر نعزي لا والدي بابنه ولا أب بابنه. وإن شاء الله تكون خاتمة الأحزان للجبل، كل الجبل، ولأهلنا الكرام في لبنان وفي كل المناطق والعواطف سلمة. إن لم يخرج بعد القضية المجلس العادي لا تحملون أن مسؤولية أي أمر يحصل. أربل عندي شوي. بس. هاو أهم شيء. قال كتير بس إنه هاو أهم شيء. بتغلط تكرار بير. طايرة. ألو. يلا بس. أوكي. بس ايه انا ما راح بين، بس خلينا شوف وينه، مش عم بعرف وينه. اوكي خليني بس اقول له، لانه هذا لانه جون ما في شو بيهبل له، يمكن لحاله. اوكي جون انت هوا يا جون. لا في ممنوع. لا ممنوع. اوكي بس زيح شوي، بس خليك على القليل مثبت كادر. اوكي وقف هونيك، بس خليك مثبت كادر، انا رح اوقف ورا مش رح اطلع بالصوره. اوكي بس خليك هون. ايه انا ديتي قال. اوكي انتبه. ليست مستباحة، فالأهل بيربوا وبيتعبوا على أولادهم مش حتى تروح دماؤهم على الأرض كما قال إرسلان. إذن في هذه الأثناء أو منذ لحظات يعني كنا قد شهدنا النعش الذي انتقل من القاعة التي كان يجثى فيها، وهو قد تم لف هذا الجثمان والنعش بعلم الحزب،
وطبعا في حضور العائلة وأعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني ومناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، وفي حضور النائب طلال إرسلان والوزير صالح الغريب اللذان وصلا إلى جانب، طبعا يعني كان قد وصل قبلهم سبقهم مسؤولون في الحزب الديمقراطي اللبناني للمشاركة في تشييع الشهيد. إذن هذا النعش كما نرى قد وضع عليه علم الحزب الديمقراطي اللبناني بعدما جرت الصلاة على راحة نفس الشهيد. إذن إسبرانس طبعا الإحالة إحالة تحية للشهيد، تحية طلعين لايه فروق يا شباب. إذن تلقى التحية الحزبية على الشهيد سامر أبو فراج. جهاد انتم بتصيروا على الهواء اوكي الكادر. إذن إسبرانس بالعودة إلى مجريات التحقيقات والتوقيفات وكل ما سبق من مواقف سياسية، فطبعا يعني كنا نقول أن الإحالة على المجلس العدلي هي بطبيعتها تحمل يعني تحمل في طياتها مسؤولية سياسية في ارتكاب هذه الجريمة، وهي تعني أن بالفعل تم ارتكاب جريمة تمس بالأمن الوطني بأمن البلاد، وبالتالي من هنا ينطلق الحزب الديمقراطي اللبناني بمطالبته أو من هنا ينطلق للمطالبة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي وليس إلى المحاكم العادية. وقد قال أيضا النائب إرسلان خلال كلمته أن ثقتنا بالدولة هي يعني أشار إلى أن ثقة بالدولة هي شبه معدومة، فلربما بيطلع معهم بالآخر أنه سامر ورامي انتحروا، هذا ما قاله النائب إرسلان، وبالتالي من ينطلق من هذا للمطالبة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، إضافة أيضا إلى اعتبارات سياسية باعتبار هذه الجريمة هي جريمة كانت تستهدف عضو في الحزب الديمقراطي وزيرا في الحزب الديمقراطي، وهذا له دلالته السياسية، كما أعاد وذكر بأن هناك جرائم أخرى ارتكبت وكانت أقل خطورة أو أقل حساسية من هذه الجريمة وقد أحيلت على المجلس العدلي، فلماذا التخوف اليوم من هذه الإحالة؟ بدوره الحزب التقدمي الاشتراكي يرفض هذه الإحالة بطبيعة الحال لما تحمل من دلالات سياسية، ولأنه أيضا كان بدوره يعتبر من وجهة نظره أنه لم يقم أو لم يبادر إلى إطلاق النار وإنما تم استفزازه لإطلاق النار على الموكب. طبعا هذه الجريمة وهذا الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد اثنين شخصين وجرح آخرين تحمل كثير من الملابسات. نستمع إذن أو نبقى مع الصلاة التي تقام على راحة نفس الشهيد. وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أشرف الأمم سيد العرب والعجم وإمام مكة وزمزم والمدينة
والحرم سيد الأنام ومسبح الظلام وخدم الأنبياء والرسل الكرام نبينا محمد اللهم زده كرما وشرفا ورفعة ومهابة مهابة وإجلالا وتعظيما ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين رحم الله من نظر فاعتبر وأمر فأتمر وزجر فازدجر وعرف هذا الحق الواضح المبين فانتظر تذروا واعتبروا يا أولي الألباب الحكم لله الواحد الوهاب معكم جنازة شاب من أهل التوحيد والإيمان والحقيقة والبرهان بحقك يا كريم يا منان رحمه الله الصلاة على الجنازة الحاضرة الصلاة أثابكم الله فسبحان الدائم الباقي الحي الذي لا يموت الضالين آمين اللهم اجعلنا من خير الفريقين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم